الثنائي ثم الانطلاقه من طريق جانيت وصلت الكره جانيت يلحق عليها جانيت راح يوزعها في القائم الثاني وتدخل خضيريه اول تدخل تبقى لمصلحه عمور وشبيب تصور الحكم لا يقول ما فيش خطا ولكن التغطيه والتدخل كان موفق من خضيريه سفيان في الوقت اللي كنا نتحدث عن العمل اللي هو في الاخير يلعبها مع بالعميري ثنائيات جانيت بالعميري يوزع كورتو راسية زيايا ممتازه والعرض جميليه تعلق ممتازه راسيه زيايا ضرب الكره لا زي يرفع زايد الراسيه وتدخل الدفاع والحكم في الوقت اللي عناصر الشباب الثوره يطالبون بخطا داخل منطقه العمل يقول في خطا شوف على اللقطه مره اخرى لاعاده زايد نعم يرفع شوف هنا اذا كان الكره لمست يد اللاعب عروسي على كل بين الشوطين سنه الوفاق اللي بين الهجوم مثل هذا ثم الانطلاقه من امادا الحق عليها امادا لا الكره خرجت 5 أمتار و50 الحكم المساعد اشار الدولاش نسيم اشار الى ان الكره خرجت الى 5 أمتار و50 شوف خطا كانت مستغل من قبل الوفاق نشوف هنا اذا كان خرجت الكره بالفعل خرجت تعدات الخط وخرجت الى 5 أمتار احد المدافعين الحكم يترك مبدا الافضليه تبقى لمصلحه شبيب الثوره الحكم يقول ما فيش خطا الملعب كله اهتز يطالب بخطا شوف الاعاده مره اخرى من هذه الزاويه اذا كان فيه خطا ام لا يبدو لي لمس الكره على كل نقول هذا الصوره السريع جدا والقطار بالعميري يلحق عليها يغطي كورتو يرفعها داخل منطقه العمليه حدوش والهدف الاول حدوش والهدف الاول كره ممتازه دون مراقبه من حدوش في وضعيه جيده كورتو تصطدم بالقائم وتسكن مرمى الحارس جميل هواري لعناصر الوفاق نعم هي التعريه كانت موجوده والخطا بدايته كانت من اللاعب نقرع ولكن في الحقيقه كان اكثر من 4 لاعبين اخر كره ثابته لمصلحه شبيب من اثيوبيا ثم الانطلاقه كره تصل لحدوش داخل منطقه العمليه ثم دلهم اللي سجل دلهم بالفعل دلهم يوقع لها 2-3-1 وفي الحاله الهجوميه يصعد كل من بالعميري وحدوش كره مره اخرى تهدئة اللعب توزيع الكرة ناحية أمادا داخل منطقة العملية أمادا الحق عليها أمادا في وضعية جيدة أمادا في الشبكة الثانية الأولى توغله بتلك الطريقة وطلبه للكرة الآن ما فيش وضعية تسلل لسامح تراشيد ربما الهدف الثالث وبالفعل الثالث من حدوش في وضعية جيدة خطأ في المراقبة من دفاع شبيب الثورة والشبيب صب مثل هذه التمريرة كانت مليمترية دقيقة جدا من لاعب البديل زرارة حدوش وحده لم يجد أي صعوبة في إسكان الكرة داخل شباك مرمى دفاع الثورة أصبح مهلهل لأنه أغلب اللاعبين أصبحوا يصعدوا بشكل مكثف للهجوم ودون العودة الدقيقة إلى الخلف مما فتح فراغات كبيرة في وسط الدفاع واستغلها الوفاق في هذا الهدف الثالث وكاد أن يستغلها في فرصة قبل بطبيعة الحال اللي ضيعها اللاعب أمادا بطاقة حمراء لمن بالعمري على ما أعتقد اللي بالعمري لمن